أنا أم أحمد يا حبيب الشاي. ربنا يسترك يا أم أحمد، اتفضلي. أنا أيوه قولي. والنبي الله يبارك لك يا حبيب الشاي. قولي. أنا بنتي مش يعني. يا حبيب الشيخ لبدوا على سرير هنوتيل. ايه؟ جوزي. ماله جوزها؟ لبدوا على سرير ثلاث نوبات. لقى فيه ايه؟ على السرير ثلاث نوبات مع واحدة. انت لقيتي جوز بنتك؟ على استني، انت لقيتي جوز بنتك؟ على السرير مع واحدة غير بنتك؟ بنتي. ايه؟ بنتي يا حبيب الشيخ. ايه دي؟ انا مش سامع كويس. ثلاث نوبات. استني بس، استني. يا حبيب الشيخ ابو الراحة. لقيتيه مع بنته؟ ولا مع بنتك اللي هي مراته؟ بنتي انا، بنتي مراته. لقيتيه على السرير مع مراته؟ مراته. ما هي بتقول مراته فيه؟ مراته واحدة، جايب واحدة. يعني جايب واحدة غير مراته؟ وانت دخلت كده كانوا سايبين الباب مفتوح؟ كانوا سايبين الباب مفتوح؟ لا كانوا سايبين. هو وياها على السرير ثلاث نبات. 10 نبات بس كانوا سايبين الباب مفتوح؟ ثلاثة. احنا بنخوف كم مرة؟ خبطي. وطي البتاع ده بقى عشان نعرف نتكلم. وطي التلفزيون، ابوس ايدك، هيلقطونا في اليوتيوب. ثلاث ثواني غلط ويجرشوا الدنيا وهم مش فاهمين حاجه. يا رب المره دي يفهموا بقى. اهي الدنيا معكوكه والاتصال جالنا تاني. وطي التلفزيون يا ام احمد. وطي التلفزيون بلا بلا لا. وطي التلفزيون. التلفزيون خلاص يا ام يا يوسف. طيب يا حبيبتي الشيخه الله يبارك لك. اسمعي اسمعي. جوز بنتي مسكته في مفتاح. مسكته مفتاح سامحها واللي بيسرقها موتها. سامح مين؟ جوز بنتي. ما هو انا سمحتها 40 مرة يا أم أحمد، ركزي معايا. أيوه. أنت بتقولي إنك شفتي جوز بنتك مع واحدة تانية غير مراته. لا ده بنتي اللي شافته، بنتي اللي شافته. وجت تحكي لك يعني تاخد رأيي. ودي صريحة وروحها. وتعمل فضيحة. وهي بنتك روحها مسكته تاني اليومين دول مع واحدة. مسكته. أيوه، أصله كان بيجري وهي مشي جريت وراه ومسكته. يا أم أحمد. يا أم أحمد. أيوه. كانوا سايبين الباب مفتوح؟ هي خبطت عليه فتح لها. برضه طبعا ما فتح لها بقى، يبقى شافتهم ازاي على السرير؟ كان جايب السرير معاه لحد الباب. يا أم أحمد. يا أم أحمد. يا أم أحمد. أيوه. كان جاي من جوه. طاير بالسرير. هو واللي معاه. هو واللي معاه على السرير وطار السرير عمه فؤاد رايح اصطاد لغايه لما فتح لها الباب. ازاي شافته؟ مع واحده وهو اللي قام فتح لها. يبقى زي انا ما قلت كده، كان نايم على السرير والسرير عليه العشيقه وداس على الزرار في سنة 4000 والسرير عامل كده بنفس الهيئة اللي هم عليها عراة زناة، وفتح الباب وقال ادخلي يا اللي ما تتسميش. خيال علمي بقى، مفيش واحدة جوه. أما نحقق بقى علميا فقهيا، صوروا يا تيوب ويا بتوع اللقطات الحلوة، صوروا أنا هساعدكم أهو. لما نحلل فقهيا لا تثبت هذه الجريمة اللي هي الزنا بمجرد انك تشوف اتنين مع بعض على سرير. لازم تتأكد من تعريف الزنا انه محقق، يعني حد بيعامل واحدة مش مراته على انها مراته. ما اقدرش افسر غير كده. افرض ده حصل، احنا قلنا ايه؟ قلنا حالة منك ما بنقولش للست دي اقدري وعيشي معاه بالعافية، ولكن بنقول لها مش هيلطك مجرم على نفسه. البيوت بتخرب، وانا قلت اهو الاختيار اساسه غلط والجواز كله غلط الا من رحم الله، دي حاجه تانيه صغيره جدا. احنا قلت يا نصلح يا
نتنيل على عنينا نستمر مع الوجع. ما هو ده من الوجع. انت مفكر يعني ايه؟ ده معناها ان واحده اكتشفت ان جوزها ده عينه زيغه وهيقرف وهيضيع فلوسه على النسوان وعلى البنات وعلى الشات، هتلم مين وتربي مين عيال وهو ضايع وصايع وبتاع؟ يا تعالج وبالراحه والجواز واستقرار وانا خدمتك، ودي عايزه جامعه لوحدها. اقعد تفكر من كلمتين اتنين، ده لازم تتكلم ازاي وتقول امتى وفي اي الاوقات وتحاول تعمل ايه واي الخدع الشرعيه يجوز لها انها تعملها. دي مدرسه تانيه خالص. افرض ان الكلام ده صحيح وضبطت المرأة المسلمة زوجها مع امرأة أجنبية في فراشها وتأكدت أن هذا من قبيل الزنا والعياذ بالله الكبيرة المحرم شرعا، وتعملي تعملي قلنا حاجة من الاثنين، يا إما الراجل ده الله يهديه ويصلح حاله ويتوب وهي مش ملطوطة، يعني مش ملطوطة يعني مش هتشيل ذنب، مش هتشيل ذنب، هو اللي هيشيل الذنب. خلاص تقدر على كده وتربي ولادها وتقول يا رب يا وتقول يا رب في صلاتها، مش هتقول دلوقتي في هذه الساعه. انتوا عايزيني اقول اول ما افتح لها الباب تمسك سكينه كده ابقى انا نصير المراه كده ابقى انا راجل عكاك؟ دي واحده حصل فيه كده، حصل، نفرض ان ده حصل، ايه بقى ايه الحل الشرعي؟ الحل الشرعي ايه؟ ان البني ادم ده نسأله كلنا ربنا الهداية، لكن هي خلاص صدمة وجت لها مصيبة ابتلاء ونكد وحل بيها، تعمل ايه؟ حاجة من اثنين، يا هتقعد معاه إذا كانت فاهمة اللي أنا بقوله إن ده غلط وإنه ممكن يجي من بره عامل كده، بس هي ما شافتش، هتفرق سنة بس هي ما شافتش، لا هو جاي من بره مستحمل ومبرفق أو مش مبرفق عشان ما تبقوش كتير يا حبيبي، حاططها لك نرجع للأفلام تاني، مش عايزين أفلام إحنا، إحنا عايزين حد بيفكر بشرع ربنا، شرع ربنا ان هي تهون على نفسها لان خراب البيت بالنسبه لها كامراه ضعيفه غلبانه مسكينه شويه، تسيبه للحل التاني، تسيبه. انا قلت تقعد بالعافيه. انا راجل ابقى استاذ، اسمي استاذ مش مدرس، واقول كده تقعد وتعمل كده؟ هنلطش؟ هنسرق كلام؟ عايزين نفرد الدنيا على غلط؟ هي براحتها عايزه تقعد وتتخبل زي الهانم اللي متصل بيه اول حلقه، انا قلت ايه؟ ساعتين بتعيط تقول اترجاه يرجعني، والنهارده انت ما تقولش لا اسمي ولا عنواني، خلاص يبقى هو الراجل بقى عارف نفسه وهيروح يرجعك يا اختي وربنا يكرمكم ويشتغل. انا اللي ارجوه ده للمسلمين كلهم، لكن انا متاكد انه لا هيشتغل ولا هيتنيل وهيجيب عينه ثانيه تكون ضحيه وهيشحتوا بيها، وممكن جدا تختم بسكينه بطنه او سكينه بطنها والاسوار تزيد اثنين والبنتين يبقوا اطفال شوارح. امال الحياه يعني ايه؟ امال الحياه يعني ازاي تبقى حياه؟ ازاي تبقى حياه واحد ما بيشتغلش؟ اسود، واحنا عندنا الخطاب الديني ثلاث ارباعه فلوس، ما الحياه كده، كلي واشربي وقري عينا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قره عين لي ولك في قصر مش في خرابه، ما فيش حد بيتهنى بعياله في ضنك من العيش، ما حدش ممكن يسعد بولاده في عيشه ضيقه، وليسعك بيتك، يعني خلي بيتك واسع واقعد في بيتك، لها تفسيرين عند مرجوك عبد، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لربيعه وليسعك بيتك واحفظ عليك لسانك، يبقى ده معناه خلي بيتك واسع لك ما تقعدش على القهوه، وبيتك يبقى واسع يعني اللي اوضتين يبقوا ثلاثه والبيت الضيق يبقى واسع، لان في اولاد هيكبروا هيبقوا شباب ولهم خصوصيات وحياه لازم تكون موجوده. انت عايزاه؟ انا بقول لي ارجع لها، لان هي بايظه بايظه، وهي بدل ما تموت ولا ترتكب جريمه ولا بتاع خليك معاها لغايه لما تموتوا بعض، يا اما ربنا بقى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر، بس امر ايه بعد واحد عدى ال 40؟ يبقى واحد في ال 40 سنه او هي بتقول لي معرفش كام و30 38 الا ربع، وهتجيب له تورتايه ان شاء الله تعمل جمعيه، هتعمل جمعيه وتجيب له تورتايه في عيد ميلاده، تخيلوا حضراتكم تخيلوا انا اقبل ده ازاي؟ وازاي تطلب مني ابقى ريلاكس وانا بسمعه؟ وابقى مبتسم وانا بعرضه؟ إلا إذا قلت بحسن الوعد.